آلة العربيات بقى فيها مشكلة كبيرة قوي دلوقتي. العربيات احنا عارفين ان صدر قرار كانت شرح لي غلط ان هو بس على المؤسسات الحكومية، لا مفيش عربيات جديدة هتيجي لمدة 4 شهور في محاولة او في جزء من خطة الحكومة لمواجهة أزمة الدولار. ولكن في تجار عربيات عندهم عربيات لكنها موجودة في الباركنج في الجراجات بتاعتهم، تروح تسأل يقول لك ايوه موجودة، لكن بيحسبوا الحساب بتاعه ويقول لك العربية تمنها كذا، وبيقدر ان الدولار ب70 جنيه. طبعا في ناس محترمة، انا بتكلم على اللي بيخالف ضميره وبيقرر انه يكسب مكسب كبير من عربية كان جايبها مثلا سعر الدولار كان 30 وهو بيحاسب على 70. ليه؟ بيقول لك ما انا علشان استورد. طب يا سيدي ما هو مفيش استيراد دلوقتي، هتعمل ايه؟ ليه بتظلم الناس؟ يقول لك علشان اعيش. خلونا نفهم الرؤية بشكل أوضح. معايا الزميل الصحفي الكاتب الكبير الأستاذ هشام الزيني، رئيس تحرير بوابة الأهرام أوتو. مساء الخير يا أستاذ هشام. مساء النور أستاذ خيري، ومنور المحور دايما كده ومنور الدنيا كلها. منور بيك يا أستاذ، ربنا يخليك زميلي العزيز. احنا هشام عملنا مع بعض من بداية الثمانينات واحنا طلاب في سنة أولى جامعة، كنا بنشتغل في أخبار يوم مع بعض ولم نفترق حتى كنا في قسم الحوادث في الأهرام، بس هو ترقى وبقى رئيس تحرير بقى، فبقى صعب الواحد يلحقه. يا حبيبي انت منور الدنيا كلها يا استاذ خيري، ربنا يخليك، ومنور كل شاشه بتروحها وبتتنقل ليها. بشكرك. لازم المشاهدين ولازم المتابعين ليك لازم يروحوا معاك في اي مكان. بشكرك يا صديقي العزيز. قول لي التجار اللي بيبالغوا وبيقيموا العربيات بسعر الدولار في السوق السوداء في اعلى نقطه فين؟ عند بعض التجار. ايوه ايوه بص حضرتك، يعني احنا الحقيقه موضوع مبيعات السيارات بصفه عامه في السوق المصري بقى حاجه غريبه جدا، وعارف اللي هو يقول لك ايه، متكعبل، بقت مشكله. وكل واحد بقى مشكلته لوحدها، يعني كل تاجر او كل وكيل له مشكله مختلفه عن التاني. أيوة. واللي مهروس في النص ده هو العميل، واللي بيحاسب على المشاريب هو العميل. أيوة. والعميل هو اللي بيدفع كل الحاجات الخاطئة اللي بتحصل في السوق. نعم. مشكلتنا ان ما عندناش عملة صعبة بنوفرها علشان يتم استيراد السيارات. كويس. على فكرة كل الناس بتتكلم ومساندة، تقولك انا ما عنديش مشكلة انك انت تقول لي هوقف الاستيراد شهر شهرين ثلاثة أربعة، عشان انا عارف انك هتوجه العملة الصعبة دي للضروريات الاستراتيجية. ايوه. والسلع الاستراتيجية مع احترامي انا وانت، انا وانت يعني مستفيدين منها. تمام. السيارات مع احترامي ممكن تبقى نمرة 2 نمرة 3 نمرة 4 لكن خمسة مش فارقة، يعني ما حدش هيجرى له حاجة عشان يتأخر في شراء عربية. بالظبط يا فندم. بالظبط يا فندم. لكن هناك طبعا من يستغل هذا الكلام فإن هو يتم تخزين سيارات، بيخزن سيارات عنده. تمام؟ أيوة. الدولة محتاجة دولار، فطلعت بالفكرة الخاصة بتاعة سيارات المغتربين في الخارج. تمام. فتم فتح هذه القناة الجميلة جدا للمصريين في الخارج، وكمان بتجيلك دولارات من بره. تفاجأ إن في البعض الآخر يقوم قايل لك إيه؟ ما هو برضه الاستيراد الشخصي مفتوح. طب ما انا برضو افتح الاستيراد الشخصي، طب نعمل ايه؟ قال لك ما هو انا ممكن الاستاذ خيري يديني البطاقه بتاعته وانا استورد له عربيه. طب الاستاذ خيري هيجيب دولار منين؟ من السوق ولا هيجيبها من حسابه الشخصي اللي بالدولار؟ مش كل الناس عندها، فلا هجمعها من السوق السوداء اللي هيحاسبني عليها باعلى سعر ويوفره. ده بالنسبه لمين؟ ده اللي بيستورد استيراد شخصي. أيوه. انا كانا او انت. اوكي، بروح للوكيل اقول له هذا الكلام، يبقى عنده لازم يبقى عنده حاجه اسمها مكان في المنطقه الحره. تمام. على هذا الاساس انا بستورد هذه السيارات. كل واحد زي ما قلت لحضرتك هو بيقيم الدولار بقيمته قدام. انا النهارده بشتري ب 70، بشتري ب 80 او ايا كان، وان كنت انا ضد ان احنا نقعد نقول انا بشتري بكذا او بكذا او بكذا، لان الارتفاع الخاص بالدولار ارتفاع وهمي على السوشيال ميديا. طبعا. وكل واحد بيحط السعر اللي يناسبه، واللي بيشتري بيكون مضطر. بالظبط كده. ولكن
هناك فعلا مغالاة في هذه الأسعار بشكل غير طبيعي، ومغالاة كمان في الأرباح. أيوة. وما تلاقيش هذه المغالاة مثلا في، خلينا في واقعيين في السيارات، مش عايز أقول ماركات، السيارات المتوسطة دي يا أستاذ خيري، لما كنا بنقول عربية ب 80,000 أو 90,000 أو 120 أو 200,000، أقول لك أنت يعني إيه؟ ده أنت جبت أعلى عربية متوسطة. أيوة. وما توصل للحاجة اللي هي الهاي أوي اللي أي واحد فينا بيحلم بيها من ذكر ماركات، يقول لك 600 700، يقول لك ايه ده انت وارد. راكب عربيه حلوه. ده انت وارد. لا بقت المتوسط دلوقتي بتوصل ل 3 مليون. بالظبط كده يا فندم. بتبقى وصلت ل 3 مليون. فهنا حضرتك النقطه، مين اللي عليه دور يا استاذ هشام؟ يعني من الذي يجب ان يتدخل لحمايه العميل المواطن؟ بص حضرتك، لحمايه المواطن نفسه. ازاي بقى؟ هقول لك حضرتك. اولا العربيه اذا ما كانش هو عايزها دلوقتي حالا، خد بال حضرتك، ما يشتريش. ما بيقولك العربيات هتغلى، انا هستنى هتغلى اكتر. لو عنده عربيه بتاعته قديمه يصلحها. بقول لحضرتك منتهى الامان، اللي محتاج عربيه بس هو اللي يشتري. طب اذا نجحت الدوله وان شاء الله تنجح في ايجاد سعر موحد للدولار ونزل الى سعر معقول هيبقى اقل بكتير من السوق السوداء، هل ده هينزل سعر العربيات؟ لابد من ثبات الدولار، لابد. ما انا قلت لك سعر واحد. ما انا لسه هكمل سيادتك. حضرتك لابد من ثبات الدولار على الاقل شهرين. تمام، هيحصل. هنا لابد عند ثبات الدولار على الاقل شهرين، هنا حضرتك اي مستورد واي وكيل لازم هيلتزم بالرقم اللي هيتقال عليه ينزل بالسعر بتاعه، ولازم، ولو ما نزلش محدش هيشتري منه. ده بص هي كلمه كده واضحه. والعميل، بص يا استاذ خيري، العميل المصري اصبح اكثر وعيا من عام 2019، بدا من 2019 معدل الوعي عند المواطن المصري والعميل المصري عاليه جدا جدا، تحديدا في السيارات. وبقى عارف بيشتري ايه وما بيشتريش ايه، ومين اللي ده اللي بيعلن عن اسعار خدمات ما بعد البيع، اللي على اساسها انا هاجي اعمل دراسه جدوى شراء السياره، وانا هدفع فيها كذا، وصيانه ال 10,000 هدفع فيها كذا، واعمل مقارنات ما بين ده وبين ده. بص حضرتك، العميل المصري من 2019 تحديدا اصبح اكثر وعيا، عشان كده اللي لو الدولار فعلا ثبت شهرين او ثلاثه والاسعار ما نزلتش، كل الناس اللي اشترت دي عربياتها لا مؤاخذه تخليها تخزنها عندها ولا مؤاخذه يعني. ليه؟ لان في منافسين تانيين. بقى هتقول لي المنافسين تانيين، هقول لحضرتك ايه؟ هقول لك في بصيص نور كده بسيط جاي لك من بعيد. واحد، العربيات اللي جايه لك من المصريين المغتربين في الخارج. اثنين، الصينيين، ولان الصين حضرتك او السيارات الصينيه اصبحت دلوقتي بقت على مستوى عالي. اخر عربيه ضربت تسلا كهربا صينية. والله حضرتك ده مش عربية واحدة، ده في اثنين تسلا. وانا عايز اقول لك على معلومة يعني عشان تعرف ان انت يعني حضرتك، مع احترامي الكامل، ان احنا ما عندناش معايير. الفئة العالية قوي، طالما حضرتك قلت اسم تسلا فانا هقول بقى يعني. ايوه. كوريا الجنوبية. أيوة. باعت في شهر يناير بس عربية واحدة تسلا. مصر باعت في يناير 29 عربية تسلا. اشترت، قصدك 29 عربية تسلا. اشترت مع العميل، ما هو العميل يا باشا. يعني كوريا الجنوبية واحد اللي قدر يشتريها. واحنا 29، هتقول لي ما أصل عشان كوريا بتصنع وبتعمل، ماشي، بس ما هو أدي قوة شرائية موجودة على الأرض. مش عايز أقول ماركات تانية. عشان كده حضرتك، عشان ده الحتة اللي جاية اللي بقول لحضرتك إن لابد فيها طاقة نور. طيب استاذ هشام، من هي الجهه المنوط بها او المسؤوله عن ملاحقه التجار؟ وانا كمواطن لو رحت اشتري عربيه انا عارف ان ثمنها 1,200,000 جنيه، والراجل قال لي 1,500,000 اذا كنت عايزها، اعمل ايه؟ لا بص حضرتك، مع احترامي، هي عرض وطلب، اكون واضح معك، هي عرض وطلب. يعني ما فيش جريمه هنا. انت لا تستطيع ان تجبر التاجر على ان هو يقول لك حضرتك انا هبيعها بكذا وبكذا وبكذا، لانها مش سلعه استراتيجيه مسعره. هي عرض وطلب، ولكن عشان كده بقول لحضرتك ان العميل هو الذي يستطيع ان هو يلقنهم درس عدم الجشع. ومش هنموت من غير عربيات. شوف انا شغلي السيارات، لكن بقول لحضرتك مش هنموت من غير عربيات، لكن على الناس انها تلتزم. في بعض الناس زي ما حضرتك قلت في البدايه، ان فعلا في ناس
فعلا ملتزمه التزام كبير جدا جدا. وفي ناس خايفه، ما انا بقول لك هو معاه 2 مليون خايف قيمتهم تقل مش هيعرف يجيب عربيه. ما انت وصلنا العربيه من 300,000 بقت ب 2 مليون ونص بالظبط. انا عايز بس لو وقت حضرتك يسمح اقول لك رقمين، عارف انا بحب. طب هسمع الرقمين دول وخلاص، اتفضل. انت عارف حضرتك ان عدد السيارات في شهر يعني في ديسمبر سيارات الزيرو الملاكي حضرتك اللي اتباعوا في السوق 10,701. ايوه ده في شهر ديسمبر. شهر يناير بقى اللي هو المفروض حضرتك دايما كلنا بنيجي ندرس السوق يقول لك يناير وفبراير ده ايه، انزل انهيار كامل. تلاقي حضرتك في شهر يناير ده احدث تقرير على فكره، عدد السيارات اللي اتباعت وترخصت 11,384، اللي هو المفترض انت طبيعي بقالنا 500 سنه ندرس السوق، السوق في يناير وفبراير بينزل عن ديسمبر، لا ده طلع في يناير. دي العربيات المترخصه. البعض هيقول لي طب عدد المركبات، ودي اخر حاجه، عدد المركبات اللي عليها لوحات كده في يناير 34,447. الناس هتقول لك مركبات اللي هي اي مركبه عليها لوحات معدنيه، يعني ما تقوليش اصل العربيات اللي جالك ده جالك من بره، اللي هي جالك من المغتربين في الخارج، لا متخزنين، لان في عربيات 2020 موجوده في التقرير لسه متباعه في يناير 24. بس انا كده خلصت الكلام اللي عندي. نورت الجراج يا فندم. بشكرك جدا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ هشام الزيني رئيس تحرير